طبعا بعد ما حطينا لينك مثلا نبي نحط خط تحت الاسم مريم، هي مثلا نختار هالخط هذا، نحط الخط هذا تحت هني، صغر خط سايزه شكل هذا كذي، كون سوينا الخط. مثلا مو عاجبني الخط او مو عاجبني ان الخط يعني قامج شوي، ابي اموه الخط كذي، سوينا الخط. هني عندي الأشكال هذه، أنا ما أبي شكل من الأشكال هذه بتصميمي. دي الآيكون مثلا أبي أحط سهم، بس أبي أصغر السهم بشكل كبير، أبي أميله شوية وأرد أصغره، بعدين أسويها بهالطريقة هذه، أصغر شوية كذي، أوكي لعبت يعني أرفعها شوية. السهم مثلا مو عاجبني لونه، ومو قاعد يضغط على السهم لأن تداخلوا في بعض. اوكي السهم مو عاجبني لونه، ابي سهم اسود. شوف انه صار السهم اسود شكل هذا، صغر الحجم اوكي. اما بخصوص التكست هذا نجيبه تحت شويه، بخصوص التكست مثلا انا ابي هذا. طبعا هني أشيل الاسم الأول ما أبي، طبعا هو already راح يطلع لي باسمي الثاني. مثلا أحط مريم، مريم نقول ما أبي اسمي بهاللون، حط أحمر أوكي، واسم مريم نفس الشيء باللون الأحمر. أبي أصغر الخط بشكل كبير وأبي أحطه في البداية. شكل هذا باك جراوند. الخلفية هنا عندي لونها أبيض، أنا مثلا مو عجبتني الخلفية البيضاء، أبي أحطها أحمر أو بيج مثلاً هاللون أو هالألوان الثانية. هل أبي أخليها هاللون أوكي، أو عندي صور بعد ثانية إذا أنا أبي مثلاً خلفية هذه صارت بهالشكل هذا، خلفية هذه بشكل هذا، أنا ما أبي الخلفية بشكل هذا، أنا أبيها لون هلا. وبكذي نكون سوينا التصميم الأول. أبي مثلا صفحة ثانية أسوي فيها تصميم ثاني، راح تنزل لي صفحة ثانية. إذا سويت كذي راح تنزل لي صفحة ثانية، إذا أبي أمسحها تنحذف عندي. الخلفية هذه عندي أبي أخليها شوية شفافة باللون هذا،
مثلا ابي اللي فيها وعي هواي واحدة ثانية مثلا أبيها هذه أوكي. إحنا كتبنا قبل شوي حتى هني 21 صار هالشكل هذا عجبتني مثلا بس أبي أزيد عليها شغلات بسيطة. عندي أبي أقسمها خليها كذي. أبي أحط هني صورة أو مثلاً برواز ما أبي الصورة مثلا أحط يعني صورة حرفها هني وهني أحط هذا وبعدين لما نحطهم شري راح يصيرون خلف الخلفية عندي بشكل هذا. لما نضغط باك 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 راح تطلع لي الخلفية كاملة. أنا ما أبي حط ديليت ونمسح عندي. أبي أحط مثلا تكست عندي بشكل هذا. أبي أكتب my best وهني اوكي. ابي اللون ابي الخط معريض ابي صغير 24 نفس الطريقة. الخط الثاني ابي 24 زين. أبي بالنص أو مثلا على الجنب نفس الطريقة. الشكل الثاني أبي على الجنب. أبي أحط عليه نقطة كذي عندي. أبيهم يكونون خلف الشكل مو قاعد يصير ما أدري ليش. بشكل هذا رد لي خلفية وهني ماي بيست وهني فريند. لكن أنا مثلا مو عاجبني حذفت الصورة كلها سوي صورة ثانية حط باك جراوند شكل من الأشكال. طبعا الهني في منهم بفلوس وفي منهم ببلاش. أبي مثلا make a copy طبعا
طبعا ميك اب ابي نقلل نفس الشغل بس بصفحة اخرى، بحيث ان الصفحتين ما يتعلقون في بعض ويكونون من جديد. اوكي أبي جولدن مثلا بيرتي، مثلا الألوان مو عاجبتني أبي أغير الألوان كلها بلون واحد. طبعا هو محدد لي إياهم اللونين بحيث أنه يكون عندي خيارين، مثلا أبي أحمر صار أحمر، بيرتي مثلا عندي علامة ال بيرتي عندي علامة التعجب مثلا أبيها بالأسود. زين أبي أضيف اسم البنت مثلا تكست كذي أثناء اسم البنت نحط مريم. حط اللون أسود. أوكي صغر الاسم بشكل هذا. أوكي حطه كذي تحت الاسم. لو تلاحظون في كلام نحط مثلا اللون رمادي يكون بشكل هذا. الدوائر راح نحطهم كذي بس راح نحطهم خلف الكلام كذي، خليناه خلف الاسم مريم. الحين نبي نسيف الشغل او نبي ننشر الشغل شير عندي، ممكن اني ارسله او انشره التويتر او بوست في الفيسبوك. انا ما ابي اللي هي طبعا البيبل، او مثلا لينك اني اخذ اللينك نفسه وادزه للناس كوبي على اللينك نفسه. مثلا عندي داونلود مثلا ابي اسيب انزل الصفحات في الشكل هذا داونلود. زين راح يطلع لي كذي. اوكي وهني طلع لي ملف بي دي اف. ليف مثلا ابي اطلع هني صفحتي مثل ما دشينا عليها قبل شوي. عندي account setting و your personal profile. مثلا account setting عندي الايميل وعندي اللغة. طبعا اللغات محددة عندي، هذا اذا ابي اعدل اعدادات البرنامج. عندي اللغات مثل ما تشوفون لغات عدة بس ما فيهم للأسف اللغة العربية، نختار الانجليش. مثلا ابي احذف حسابي بالبرنامج، عندي هني delete your account، ممكن اني احذف البرنامج احذف سوري الحساب بالبرنامج. انزين ولما احذف البرنامج طبعا راح احذف الصور اللي انا سويتهم. وهني all your design لما نضغط عليه راح يطلع لي ديزايناتي هني بشكل هذا. زين في سهم هني عندي بيرتي عندي ميك اب كوبي، ممكن اني انسخ الديزاين او موف تو تراش اللي هو احذف